تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنباء اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 عن وقوع حادث هو الأول من نوعه، إذ فتح مجهولون النار على المصلين بمسجد وائل الحجاج بمنطقة غيط الشعير غرب القصية بمحافظة أسيوط، وجاء ذلك أثناء نهاية الخطبة والإمام على المنبر، ثم لاذوا بالهرب، مما أسفر عن مصرع شخص في الحال وإصابة آخرين. العرب اليوم نشرت الخبر عاجل: مجهولون يفتحون النار على المصلين في مسجد بالقوصية من 14 دقيقة فقط. قتل 7 أشخاص وأصيب 14 آخرون في هجوم على حافلة تقل أقباطا كانت متجهة إلى دير محافظة المنيا، حسبما أفاد أحد الأساقفة اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018 بعد صلاة الظهر. وقال الأسقف في اتصال هاتفي أن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في جنوب مصر. وكان حادث مشابه قد وقع العام الماضي عندما هاجم المسلحون في مايو عام 2017 حافلات متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخص. ده دير الأنبا صموئيل. قال اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا أن المواطن مايكل عاطف منير مقاول تبرع بمبلغ 200,000 جنيه لبناء مسجد داخل المجمع السكني بالمطهرة جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى أعمال الحفر والزلط والرمل لخدمة سكان عمارات هذا المشروع العملاق، تعزيزا لروح التآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. ده مايكل عاطف منير ابن الشهيد عاطف منير. وأضاف قاسم أن ذلك جاء أثناء جولة تفقدية لوفد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للمجمع ضمن مشروع المليون وحدة سكنية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة الشهر المقبل 2018. يذكر أن المواطن مايكل عاطف منير هو صاحب شركة أولاد الشهيد للمقاولات، وهو أحد المقاولين القائمين على تنفيذ مشروع المجمع السكني بالمطهرة جنوب غرب مدينة المنيا. وهي اليافطة هي شركة أولاد الشهيد للمقاولات، ترحب بالسادة الضيوف استكمالا لمسيرة التعمير والبناء. والمتبرع هو ابن الشهيد عاطف منير الذي استشهد في الهجوم الإرهابي المسلح على زوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا منذ أكثر من عام. ده الشهيد المعلم عاطف منير زكي. حيث كان مسلحون أطلقوا النيران صباح الجمعة 26 مايو 2017 على 3 حافلات تقل أقباطا في الطريق المؤدي لدير الأنبا صموئيل المعترف شمال المنيا، مما أسفر عن سقوط 28 شهيدا و25 مصابا. كانت مأساة يوميا. ده شهيد ومعاه أحفاده. جدير بالذكر أنه في يوليو 2017 عقب الهجوم الإرهابي قرر مايكل نجل الشهيد عاطف منير أحد أبناء شهداء دير الأنبا صموئيل على التبرع، يعني السنة اللي فاتت اتبرع برضه، بقيمة التعويض الخاصة بأسر الضحايا المقدر بمبلغ 100,000 جنيه للمسجد والكنيسة مناصفة في مركز أبو قراص جنوب المنيا ليكون سيفا قاطعا للإرهاب. ده مايكل اتبرع برضه من سنة ب100,000 جنيه. يقول مايكل: علمنا والدي الشهيد المحبة وغرس فينا حب أعمال الخير، لذا نحن نسير على دربه لأن تعاليمه بالنسبة لنا كانت طريق النجاح. وأضاف لليوم السابع: قراري بالتبرع بمبلغ 100,000 جنيه ليس للشهرة، وإنما هو عمل نابع من قلبي وعملته عن حب.
وكان من الممكن أن أتبرع فقط لبناء كنيسة، لكن عشنا مع أصدقائنا وأشقائنا المسلمين طوال العمر نقتسم اللقمة وكل شيء، فما بالك بمبلغ بسيط قد يكون فيه خير للمصريين. مايكل أيضا مالك السيارة المتفحمة في حادث أتوبيس العقبات. وأوضح مايكل أن سبب وجود والده الشهيد عاطف منير عند الدير آنذاك هو أنه كان يأخذ عمال لعمل بعض الأعمال الخدمية هناك العربية النص نقل اللي اتفحمت، مضيفا بالفعل والدي كان قديسا حسب ما أخبرنا الناس بعد موته، فقد ساهم أبي في بناء مسجد الرحمن وتبرع بالطوب الذي بني به المسجد كاملا حتى فاض الطوب وتم بيعه واستكمال أعمال الإنشاءات بالمسجد، ويعد مسجد الرحمن مسجد الجماعة الإسلامية. وعن الجهات التي تبرع لها مايكل بقيمة الشيك قال: لقد خرج المال من ذمتنا واقتسمت الشيك نصفين اللي هو 100,000 جنيه قسموا نصين، إحداهما للمسجد بقرية صفت اللبن بقيمة 50,000 جنيه بالإضافة إلى 50,000 جنيه أخرى لكنيسة الملاك بالفكرية، ودي حجرة عاطف منير مليانة بالصور السيد المسيح والقديسين. من ناحية أخرى كتب دكتور خالد منتصر مقال ناري بعنوان غزو الدمشاو والمقاوم والمواطن القابل للاشتعال والاشتغال عما حدث في قرية دمشاو الجمعة 31 أغسطس 2018، حيث كتب: الجماهير التي انطلقت لتحطيم وحرق بيوت وممتلكات أقباط قرية دمشاو بالمنيا بكل حماس لمجرد علمهم بإقامة صلاة في أحد البيوت ورعبهم وفزعهم من أن يتحول هذا البيت إلى كنيسة هم نفس الجماهير المأنتخة الكسولة التي تعاني من البطالة حتى ولو أبواب الرزق مفتوحة، وينامون نصف يومهم ويستعدون للنوم في النصف الثاني، هي نفس الجماهير التي تتناول الترامادول وتبلبع أدوية الكحة وتحرق الاستروكس، هي نفس الجماهير التي لو طلبت من أحدهم مليما تبرعا لبناء وحدة صحية أو تجديد مدرسة يرفض أو يدعي الصمم. أما عندما تدعو واحدا منهم لبناء مسجد في قرية بها 20 مسجدا آخر يقتطع من أرضها عن طيب خاطر قراريط ويدفع نصف ثمن المحصول بكل الرضا والحبور من أجل بناه، يرضى أن يجلس ابنه على بلاط الفصل في المدرسة التي بدون نوافذ أو يوافق على أن تلقى زوجته في ممرات المستشفى بجانب دورات المياه لتعلق المحلول أو تتناول الدواء بحجة أنه يدفع ويتبرع لبيت ربنا، لكنه لا يدفع ولا يتبرع لبيت بني آدم. المواطن القابل للاشتعال بمجرد رؤية صليب أو سماع ترنيمة، والقابل للاشتغال من خطيب جمعة محرض أو داعية تلفزيوني مكفر، الكل يشعلونه ويشتغلونه، إنه نفس المواطن المتآلف مع أطنان جبال القمامة أمام منزله، المتعايش مع محيطات وبرك ترانشات الإفرازات الآدمية والحيوانية التي تتسلل من أسفل باب بيته، الذي أحيانا بلا باب أو سقف، لكنه لا يتآلف ولا يتعايش ولا تحتمل أعصابه المرهفة الحساسة همس صلاة جاره القبطي يحتمل تلوث أماين الطوب ودخان حرق القش وأتربة وطين شوارع ضيقة خانقة بدون أسفلت، يطنش عن سرقة سواق التوك توك له ويهمل دجل من يفك له الأعمال ومن تقرأ له الطالع ومن يخدعونه بعلاج عقم زوجته بالأوراد والأذكار والقطن المبللة والتبرك بالمساخيط، ويتغافل عن البقال الذي يغش في الميزان ويزيف تواريخ الصلاحية والجزار الذي يبيعه لحم الحمير النافقة، والفكهان الذي أسرقه عيني عينك بالحمضان والعفن والمسوس لكنه غضنفر تظهر أنيابه ومخالبه، وتنتفض شعيرات لحيته فقط عند علمه عن فلان عن فلان عن علان عن ترتان أن هناك مسيحيا أثناء حلمه تفوه بكلمة كنيسة.
هو نفس المواطن الذي يقترض بالربا ويتسول بالإلحاح حتى يمنح كل تحويشة العمر للسمسار الذي سيشحنه في قارب خربان ليتركه في عرض البحر مع 100 حالي من آخر بالذهاب للشاطئ الآخر حيث الدول الصليبية الكافرة، وحين يصل بعد أن ألقى بجثث زملائه الحالمين للأسماك محتفظا ومتشبثا بحقيبته التي بها خرقه وهلاليله هلاهيله، يبدأ في الصياح والصراخ مطالبا بإعانة البطالة وبناء مسجد ووضع ميكروفون والصلاة في الشارع. لكن المدهش أنه لا يجرؤ هناك في تلك الدول الكافرة على مجرد النظر بامتعاض إلى باب كنيسة ليلا، بل يطلب العمل فيها نقاشا أو نجارا أو حتى جامع قمامة. مدام اليورو يتكلم والاسترليني يتعطف، لا تسألوني عن عدد الهمج المتظاهرين الذين حطموا منازل أقباط دمشاو هاشم، ولكن اسألوني عن الثقافة الطائفية المجتمعية التي أفرزتهم. لا تسألوني عن خسائر أهل القرية بعد التكسير والتخريب والحرق، لكن اسألوني عن خسائر الوطن وانكسار القلوب وحرق مساحات التفاؤل التي سكنت القلوب بعد تعيين سيدة قبطية في منصب المحافظ. معركة الدولة المدنية طويلة، ووأد الفتنة الطائفية يحتاج أمنا ثقافيا لا أمنا مركزيا فقط، ولابد أن نعرف أن وظيفة الحكومات ليست إدخال مواطنيها إلى فسيح الجنات، وإنما إلى صحيح وسعيد الحيوات، ولابد من تفعيل القانون لا العرف. ويجب علينا أن نكف عن استخدام عبارات اشتباكات طائفية لنستخدم عبارة جرائم جنائية، وبدلا من انشغال برلماننا بقانون إهانة الرموز واندماج إعلامنا في مناقشات سيارات وأغنيات محمد رمضان واجتهاد رجال ديننا في توضيح أن الصوت الإسكندراني الصادر عن الأنف احتجاجا هو من قبيل الكبائر، بدلا من كل تلك الحماقات فلنحتشد لبناء الدولة المدنية بجد وتفعيل المواطنة بحق وحقيقي وهجر مصطلحات تجاوزها الزمن، مثلما تجاوز عبودية الرق والإماء مصطلحات الولاء والبراء والجزية والذمي والكافر إلى آخره، ولنتبنى شعار فلتعبد حجرا أنت حر ولكن لا تقذفني به. خالد منتصر، غزوة دمشاي والمواطن القابل للاشتعال والاشتغال.